السلام عليكم الإخوان، جمعة مباركة، وتحياتي للإخوان ديالنا، وكنشكركم على التفاعل. التفاعل ديالكم في الحقيقة راه نورتوا هاد القناة هذه، والله العظيم إلا راكم نورتوها. الحمد لله أمور كلها غدا بخير وعلى خير. أي واحد القضية بغيت نقول الإخوان اللي ما كيوصلهمش الفيديوهات ولا شي حاجة، يعاود يكليكي على الجرس، يعاود يكليكي عليه باش يبقاو يطلعوا له الفيديوهات، حيت كاين بعض الاخوان ما كيوصلوهمش. تفاهمنا، كنعاود التحيه، راه كنحييكم من القلب، وكنحيي جميع الاخوان من المغرب العربي كامل، كنحييهم على التفاعل ديالهم وعلى الانضمام ليهم لهذه الاسره هذه. والحمد لله رحنا غاديين وغاديين 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 نوصلوا بجهدكم وبجهد الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنبر كنوجه واحد التحيه لخويا ايوب الجمجامي في برايتون في الانجليز، واحد التحيه كبيره ليه، خويا عدنان، امين، وحموده، وخويا جواد، كلكم خوتي، كلكم حبابي، وجميع الاصدقاء اللي كاينين معنا. راه كل مره كنقدموا واحد جوج ولا ثلاثه كنقدموا لهم التحيه، وحنا الحمد لله راه اسره واحده، وكنا خوت، عائله واحده، والحمد لله رحنا غادي نمشيو للقدام ان شاء الله بالمجهودات ديالنا وديالكم. اليوم غادي نركز على واحد الموضوع اللي هو في الحقيقه كنطرحوا عليه واحد السيد واحد الرئيس، ماشي موضوع واحد، وانما راه تقريبا جوج المواضيع ولا ثلاثه، غير حنا غادي نركزوا على موضوع واحد باش نخليو المواضيع الاخرين للحلقات الجايين ان شاء الله، لان ما غاديش يكفانا الوقت، حيت كاينه مجموعه ديال الاسئله غادي نجاوبوا عليها. واحد الموضوع اللي غنركزوا عليه هو نوع الماتيريال اللي خصو يكسب، اللي خصو يشري الرئيس اللي تيكون يلاه بادي، يلاه هاوي، دي بيتو، شنو خصو يشري بالضبط؟ حيت كاين اختلافات، كاين الانسان اللي ما عارفش باش يصيد، مثلا كيقول لك نقدر نصيد بقصبه ديال 5 متر ولا ب 4.5 ولا ب 22، كاين اللي تيقول لك واش ناخذ هوت كام، كاين اللي تيقول لك واش ناخذ شي حاجه قرب تقيس، يعني كيبقى كامل الماتيريال، ولكن الانسان كيبقى على قد وعلى قد جيبه. هي من الاحسن الانسان اللي كان دي بيطو يلاه بادي هاوي كياخذ شي حاجه بواحد لاكام طايحه شي شويه، المفروض غير باش يتعلم، غير باش يتعلم وصافي، من بعد كيشري حاجه مزيانه، منين كيولي يعرف يلونسي ويولي يعرف يربط ويعرف يصيد، ديك الساعه يمكن يشري كام مزيانه. وكاين واحد الاخوان ديالنا اللي هما في الشرق، النواحي ديال وجده والنواحي ديال كيلقاو واحد المشاكل كبيره. كان خلى ليا واحد الكومونتير واحد الاخ ديالنا في الشرق، قله الاسماك، قله الاسماك، هادشي راه راجع تقريبا، اش غادي نقول لك اخويا، بالنسبه لقله الاسماك راها كاينه في المغرب كامل، راه ما كايناش غير في الشرق، غير هي نحاولوا نخرجوا. الحمد لله المغرب راه كله ديالنا، راه شده من الشمال حتى الجنوب، راه كلنا مغرب. الاخوان اللي مثلا كتخرجوا تريسوا ولا ما كتقيسوش في هذه المنطقه، ما كاينش واحد شويه ديال الحوت ولا القضيه شويه ناقصه، نجمعوا واحد لاكليك 6 الناس 5 الناس ونسافروا، نسافروا نمشيو مثلا نقصدوا اما الجنوب ولا نقصدوا المناطق اللي فيها شويه ديال، ونمشيو نقصروا شي شويه، ندوزوا واحد سيمانه ولا 10 ايام ولا 15 يوم ونرجعوا، يعني ما تبقاش لاصق في نفس المنطقه، مادام ما كاينش الحوت بدل، والمنزله راه كدور، راه غتسافر ترجع، تقدر ترجع عاوتاني تلقى الحوت ولا، لان الحوت شنو، الحوت حتى هو باساجي، حتى هو كيسافر، راه اغلبيه ديال المصايد دابا ولاو هنا، راه مابقاش فيهم الحوت اللي هو ساكن، مابقاش الحوت ساكن في المصايد، راه ولات دابا كتمشي كتصيد راه ما كتشد والو، ترجع غدا تصيد راه ما غتشد والو، واحد النهار كيركب الحوت، يعني هاد الحوت فين كان، راه كون كان ساكن راه النهار الاول غادي تمشي غادي تشد، يعني كيدخل حوت جديد. الحوت ولا عباره على غير ولا بحال المسافر، يعني غير باساجي كيتجول من المصايد للمصايد، اليوم طايح في هذا المصيد غدا كيطيح في هذا المصيد، وهاد القضيه هادي راه غادي تنضر هاد الاخوان ديال الجنوب، غادي يشاطروني عليها. في الجنوب اليوم الحوت هنا، غدا كيصبح هنا، بعدو كيصبح لهيه،
يعني ما كاينش في المصايد كاملين، مشتت. يقدر يصور اليوم هنا غدا ولا بعدو راه غادي يتحول غيمشي لمصيد اخر اللي بعيد، اللي خصو يسافر يتبعو بواحد 120 كيلومتر ولا 100 كيلومتر باش عاوتاني يطيح في نفس المنزله ويصيد عاوتاني. اما بالنسبه لقله الاسماك، هادشي اخويا راه المغرب كامل كيتشكى منه، راه في مناطق كامله كنشوفوا بعض الاخوان راهما كيخرجوا كيصيدوا، يعني الى شتيمو القصبه جاب عاد رعي واحد في النهار ولا جوج، راه ما في حالو حد، راه انجاز هذاك بحد ذاته. بارابور مع هادي شحال راه كاينه الناس اللي كتضرب 40 كيلو 50 كيلو 30 كيلو، ما دابا وليتي كتشد عاد رعي واحد راه ما في حالك، سوا ما في حالك حد. المهم هذا الموضوع هذا راه باين، غنحاولوا دابا نهضروا ونركزوا على الرئيس المبتدئ اللي نوع الماتريال اللي كان باغي يشري واللي باغي يشري. اسمع اخويا الهاوي، اسمع صديقي الصياد، انت عاد بالي خذ ماتريال على قد الحال، راه واخا تكون عندك الامكانيات ما تمشيش للهوتغار، خذ ماتريال على قد الحال، تدريس به صيد به تعلم به، ومن بعد خذ ديك الساعه ماتريال. حتى الا خديتي شي ماتريال مزيان غتعرف تحافظ عليه وغتعرف تصيد به. راه ما يمكنش تاخذ كربون ولا شي حاجه هوت غام، ولا تاخذ شي ماكينه اللي هي عاوتاني هوت غام شي ثمن وما كتعرفش تصيد، عاد تقدر مثلا يشدك غير حوت انت كتصيد في شي علاوات وتبقى تيري داك الحوت بالماكينه، حتى عندك هو طالع باقي طالع في الهو وانت كتيري فيه كتاخذ عليه بالماكينه. يعني خصك تتعلم اصول الصيد هي الاولى، ومن بعد ديك الساعه خود ديك الساعه الماتريال اللي بغيتي، انت حر. راه كاين المواكن والقصب اللي واصلين فوق مليون فوق 10000 درهم، راه حنا عارفين هادشي، يمكنك ديك الساعه تكسب اللي بغيتي. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى كاين بعض الاخوان اللي هما كيركزوا على النوع ديال السبيب ولا النوع ديال لاطريس ولا النوع ديال باش غادي نصيد ولا باش غادي نبدا ولا باش غادي، راه ممكن تبدا باي حاجه، تبدا غير بالسبيب. اش داك لاطريس في الاول؟ بدا غير بالسبيب، بدا بشي حاجه بسيطه، صيد في الكوشطه مع راسك ب 35 ولا بالربعين وصيد. من بعد انت كتطور راسك شويه بشويه، كتاخذ ماكينه، لان ماشي جميع المواكن غادي دير فيهم لاطريس، ولا جميع المواكن غادي تخدمهم مثلا الكوشطه السيرف كاستين. حنا عارفين الكوشطه السيرف كاستين كاينين المواكن خاصين تكون عندهم البارابور كونيك خارجي شويه، يعني كيساعد على التخراج. ما غاديش تجيب مثلا ماكينه كبيره دوك بلا ما نذكر الاسامي ومغرف البارابور ديالها بزاف، يعني حتى لو بغيتي تعمرها من 35 راه خصك 5000 متر وما كتخرجش الخيط مزيان. ماشي بحال اللي كيصيد فوق الحجر، اللي كيصيد فوق الحجر مختلف على اللي كيصيد في الرمله. اللي كيصيد في الرمله دائما خصو التخرج، دائما خصو يخرج، دائما خصو ياخذ دوك المواكن اللي هما عندهم البارابور كونيك كيساعدوا على التخرج. راه ماشي اي ماكينه غادي تصيد بها في الكوشطه، وماشي اي قصبه غتصيد بها عاوتاني في الكوشطه. كاين قصب غيساعدك في التخراج، وكاين قصب ما غيساعدكش في التخراج، لا سيما الا كان كاين شي قصب اللي هو قاصح بزاف وانت معمر بخيط رقيق ما غيعاونكش. يعني خص شويه ديال الحلاوه، يعني كتعرف تختار نوع القصبه المعينه اللي غادي تصيد بها. وهادشي اللي كاين الخوت، كل نهار نجبدو موضوع اخر ونناقشو مواضيع كبيره ان شاء كثيره ان شاء الله مع الخوت. تحياتي لكم، وغندوزو فتره ديال الاسئله، لحقاش عندنا اليوم بزاف ديال الاسئله غادي نجاوبو عليهم، يعني راه ما غنبقاو واحدين اليوم. السلام عليكم الاخوان، تحيه جميع الرياس من طنجة القويرة، تحيه الخويا عدنان من هنا حتى للرباط، تحيه خاصه، تحيه الرئيس عبد الاله الرئيس رشيد، تحيه الرياس مهدياش ليحات، تحيه للجميع. طولت عليكم اليوم شي شويه الاخوان، معنا دابا الفقره ديال الاسئله،
وجمعنا دوك الاسئله اللي داروا الاخوان في لي كومونتير ديالهم على الفيديو، وحتى بالنسبه اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا يديروا اسئله عاوتاني انا غناخذوها باش الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبكم على اكثر الاسئله اللي كاينه كثيره. وكما سبق وقلت لكم الاخوان بان الرئيس عبد الاله راه كيجاوب على جميع الاسئله بعدا في لي كومونتير، وحتى الاسئله ديالكم اللي كتقولوا راه كيوجدها وكيجاوبها عليكم. تحيه للرياس ونبداو على بركه الله. عندنا السؤال الاول من عند الاخ مهدي ابو ناصر، تيقول تبارك الله عليك الرئيس، السؤال ديالي هو واش الا صيدت على السنور بالطريقه اللي درتي الكابيله انك حيدتي ليها راسها غتكون فعاله بالنسبه للسنور؟ تحياتي لك خويا مهدي، تحيه. لا بالنسبه خويا لهاد الطريقه راه فعاله، واخا تحيد ليها الراس، ومن الاحسن تحيد ليها الراس. علاش؟ ملي كتحيد ليها الراس كيبقاو دوك الخياشيم ولا ديالها كيكونوا داميين، لا سيما الا كانت واحد شويه جديده، كيعطيو الدم كيعطيو الريحه، فهمتي؟ كيجر عليها وعلى حساب يكون مأكد من هاد الهضره. السؤال الثاني من عند الاخ دولفينو لوكو، تيقول المعلم من فضلك شي رياس عندكم كيقول لواحد السمكه سمكه القاضي. خويا اش غادي نقول لك، تحيه ليك بعدا. هاد سمكه القاضي اش غادي نقول لك، دابا هنا تيكونوا اختلاف في الاسماء، الاسماء هنا تيكون اختلاف على حسب المناطق وعلى حسب المدن وعلى حسب الدول. يعني تقدر انت تقول هاد السمكه انت اللي كتقول لها نتوما القاضي، حنا نقدر نكونوا كنعيطوا لها بواحد الاسم معين. انا حاجه وحده اللي كنت دير هي كنت تصورها، كون صورتها غنعطيك الاسم ديالها نيشان، وكون مأكد راه غادي نبحث لك عليها وغادي نقول لك في الحلقه الجايه شنو الاسم ديالها عندنا هنا ان شاء الله. الرئيس نمشيو للسؤال الثالث، محمد ابو جد، السلام عليكم الرئيس، واحد السؤال، واش يمكن اللونسي ديال السبينينغ نخدم به في التشحاط مثلا؟ اللونسي ديال السبينينغ، راك عارف اش نقول لك اخويا الرئيس، القصب ديال السبينينغ بالاحسن خصو يبقى السبينينغ، هذه الوقت كتهضر على القصبه. اما الماكينه السبينينغ يمكن تخدمها في التشحاط، اما القصبه الا كانت سبينينغ من الاحسن خليها السبينينغ، ما تخدمها لا تشحاط لا والو، لا سيما الا كان لاكسيون ديالها طايح بزاف لا كانت لايت، ما تقيسهاش. وزايدون سبينينغ حنا كنعرفو القصب ديالو تيكون قصير، الى طوال كتكون 63 83، اما التشحاط راه خصك على الاقل 4.5 لفوق 5. السبينينغ الماتيريال ديالو كيبقى خاص للسبينينغ، الماتيريال ديالو شويه غالي وحساس، يعني بهذا المفهوم هذا يعني خصك تحافظ عليه، كيبقى خاص ليلور. صافي الفكره راه واصله. السؤال الرابع عندنا الاخ النورس، تبارك الله عليك الرئيس عبد الاله، واش نقدر نعمر الموليني ديالي بالسبيب 35؟ حيتاش الموليني عندي ما تصلحلوش لاطريس، ولا كان ممكن شي سميه ديال الماركه مزيانه في السوق؟ بالنسبه اخويا تحياتي ليك بعدا كنشكرك، ممكن اخويا تصيد بالسبيب 35 مزيانه في الكوشطه اخويا، و حتى 30 مزيانه، غير هي كما قلتي انت الموليني ديالك ما غتسمحش انك تعمرها بلاطريس، غتعمرها بالسبيب. الا كنتي كتصيد في الرمله راه ما عندكش مشكل، غتصيد بالسبيب مخير اخويا. واما بالنسبه لي مارك اخويا باش ما نقدروش ندخلو هنا في التشهير، راك عارف اي سبيب كتختار سبيب مزيان يكون يعني في المستوى، كتجربو تعرفو راه مزيان تعمر به، لان راك عارف مادام القصبه كتروصولي والسبيب تيروصولي راه عندك شويه ديال الصح كاع ما تخاف. ولا بغيتي شي انواع ديال السبيب ولا هذا نقدر نهضر معاك، ولكن باش نتجنب الاشهار اخويا ما نقدرش نعلن على شي ماركه معينه، راه خصك تعذرني وتحياتي ليك. طبيعة الحال. اخ بيدرو غارسيا، تحياتي خويا عبد الاله، بغيت نتعلم الصياده، الى ممكن تقول لي شحال تقام عليا ماتريال قصبه موليني والخيط بالنسبه لواحد عاد باغي يبدا، حتى انا في قنيطره بالضبط اولى توجيه. تحياتي لخويا بدر، تحيه والف تحيه عود حومه، مرحبا بك. شنو نقول لك اخويا بدر، بالنسبه ليك عاد تبدا واحد 700 درهم ما بين ماكينه وقصبه، ولا 600 درهم راه كافياك اخويا، راه بالفور. وملي تبدا وتتعلم اخويا بدر اجي نعطيك الهوت كام، مرحبا بك. تحياتي ليك اخويا بدر.
مرحبا بالاخ بيدرو غارسيا. ندوز للسؤال ديال الاخ نور الدين كراوي، هذا عبد الاله نفس السؤال ديال الاخ محمد ابو جاد، قال لك واش ممكن يستعمل الماتريال ديال السبينينغ في الشحال؟ لا لا ما يمكنش. الماتريال ديال السبينينغ راك عارف ملي غادي تصيد في الشحال راه تيكون له غيل بزاف، وما يمكنلكش تشحط الماتريال يعني بحال القصبه فيها 33 ولا 3 متر ولا 82، راه ما تصلحلكش في الشحاطه اخي. يعني كتشحط كيبغي الطول، دير له قصبته بوحدو، واخا دير قصبه كيما بغات تكون، المهم تكون خاصه للتشحاط، والماتريال ديال السبينينغ خليها للسبين. طبيعة الحال. السؤال السابع الرئيس عبد الاله من عند الاخ برانس 1973، اخ برانس 1973، شكرا لك على المعلومات اخي عبد الاله، بغيت شي قصبه باش تنصحني سير كاستينغ. تحيه خويا برانس، تحيه ليك، اسم على مسمى ان شاء الله خويا، الله يحفظك الله يكبر بيك. قصبه انا غادي نعطيك غير القصبه كيفاش خصها تكون، ولكن باش نعطيك السميه راه ما نقدرش نعطيك السميه، راك عارف هاد المسائل هادي يا خويا، باش نشهروا شي حاجه وحنا ما عندنا فيها لا ربح لا والو ما كاينلاش. بالنسبه للقصبه غادي تصيد سيرف كاستينغ، المنطقه هي الاولى بعدا فين غادي تصيد، كي داير التضاريس ديال المنطقه اللي غادي تصيد فيها انت. الا كنتي غتصيد غير كوشطة رملة راه تاخذ قصبة 4 متر و20، 4.5. الا كنتي في الا كنتي كتصيد على البحر الابيض المتوسط راه غير 4 متر ولا 24 ما تفوتهاش، والا كنتي كتصيد في المحيط الاطلسي 4.5 حتى 5، من 24 حتى 5 ما عندكش المشكل في هادي. علاش؟ لان البحر الابيض المتوسط كما هضرنا راه ديما ناقص، ديما كاين الامواج، الا كانت عندك 4 متر و20 كتاخذ بيكي طويل كتولي بحال صياد بالخمسه ماشي مشكل. وما نوع القصبه راك عارف تاخذ قصبه كاربون مزيانه، لاكسيون ديالها مزيان تكون من، المهم حيت كاين الهيبريد كاين التوبيلير، راه باش ندخلوا بالتفاصيل خصني نعرف حتى المنطقه اللي كتصيد فيها واش من نوع فيها. الا كان عندكم الحوت كبير والوحش تاخذ قصبه تيبيلير، الا كان عندكم ما عندكمش الوحش بزاف وكاين حوت يعني بحال غير لا دوراد وبحال مثلا الدرعي بوشوك وكاين غير الماربري وداكشي تاخذ وحده هيبريد. اما الا كان الوحش خذ شويه تيبيلير، علاش باش تعاونك. السؤال واضح الرئيس عبد الاله. عندنا السؤال من عند الاخ دريس الشريط، السلام عليكم، شكرا للمعلومات القيمة التي تقدموها، أنا من هواة الصيد وأرغب بشراء قصبة صيد وأنا حائر، لست محترف، سبق لي الصيد سابقا، غالبا كنت أصطاد بالواد، قليل جدا ما أصطاد بالبحر، بماذا تنصحوني؟ هذا الرئيس عبد الإله قال لك زعما كان كيصيد في الواد وباغي دابا إن شاء الله يصيد في البحر، باش تنصحو؟ هذا الأخ دريس الشريط. مرحبا خويا دريس، كنت كتصيد في الواد، راه كاع صيدنا في الواد وكاع بدينا في الواد. غتنتقل للبحر غتاخذ ماتريال جديد اللي غيعاونك في صياده البحر، لان البحر ماشي هو الواد، حنا كاملين كنعرفوا الواد ما فيه لا مواج ما فيه حتى شي حاجه، يعني ديما يعني واخا تصيد فيه غير بالنسبه فيها مترو راه ممكن. اما بالنسبه للبحر شوف النوع ديال الصياده اللي بغيتي دير، الا كنتي غادي تلونسي راه تاخذ ماتريال اللونس يعني قصبه ديال 24 4.5 5، الا كنتي غادي تستعمل غير سبينينغ والجر غتاخذ قصبات سبينينغ يعني فيها 3 متر و30 ولا 3 متر ولا 2.80 ولا حتى 3.60، وما كاينه صغيره. يعني الا كنتي غادي تستعمل بيروطا عاوتاني حاجه اخرى، انا ما عنديش درايه في البيروطا، ولكن غادي نقول لك غتاخذ قصبات البيروطا يعني الطول ديالها 7 متر وفما فوق كاين حتى 8 7، هذه البيروطا. كنت غادي تستعمل مثلا غير تشحاط غتاخذ قصبه عاوتاني، الا كنتي غادي تفيكسي وتشحاط غادي تاخذ ثاني قصبه ديال 5 متر ولا 5 متر ونص ماشي مشكل، الا كنتي غادي عيد فيكسي وتشحط. يعني كاين انواع ديال الصياده خويا، حدد ليا شمن نوع ديال الصياده بغيتي تدير وانا غادي نعطيك نيشان شنو تاخذ. شكرا الرئيس عبد الاله. ندوزو للسؤال ديال الاخ ايوب مراوي، اخ ايوب مراوي تيقول السلام عليكم الرئيس عبد الاله، تحيه لكم من مدينه تمارا، هذا من تمارا الرئيس عبد الاله، بغيت نسولك على الرياس علاش ما كيبغيوش بنادم يخنز المصيد بالدكه. تحيه لك خويا ايوب وتحيه للرياس ديالنا اللي في تبارا رباط سلا، راكم عزاز راكم ديما في القناه، واحد التحيه كبيره لكم. بالنسبه خويا للتخناز ديال المصيد،
كاين بعض الرياس الى كان الناس ديال المصيب كتجمع عليه المرينه، كتجمع عليه الروطاله، كتجمع عليه الدق داك الرقيق، ما كيبغيوش يعني. كاين الوقت فوقاش تخنز المصيد، من الاحسن لو بغيتي تخنز شي مصيد قصدو يكون شي مصيد خلوي وسير تصيد فيه بوحدك، خنزو دير فيه ما بغيتي. الا كان شي مصيد مشترك تنزلوا له بزاف ديال الرياس كتشوف، ولكن الاغلبيه ديال الرياس ما غيبغيوش مثلا باش الدب وطرش، راه خصك تحترم قواعد فهمتي ديال الصيد. يعني حنا واحد خمسه الرياس كنصيدوا في مصيد واحد ولا سته، حنا واحد ربعه ولا خمسه ما بغيناش حنا نهائيا طرش، حنا عارفين الظروف شنو الى رشيتي شنو كيطرى من بعد. مثلا ما غاديش نرش، ملي غادي نبغي نرش نمشي لواحد المصيد اخر وغادي نرش فيه. الا كنتي غادي تصيد على الصنور ولا غتصيد على المرينه ولا غتصيد رش، اما لو كنتي غادي تصيد شي صياده اخرى مثلا شوف النوع ديال الصياده اللي كديروا نتوما في ذاك المصيد، داكشي علاش الاخوان ولا الرياس اللي معاك ما كيبغيوش الرش. يا اما صحاب البيلوطه راه فيهم عاوتاني، كاين اللي كيبغي رش كاين اللي ما كيبغيش رش. كاين صحاب البيلوطه اللي رشيتي كتجمع عليه داك الحوت الرقيق، الا ما رشيتيش يعني كتبقى البيلوطه في الماء واحد شويه، ولكن الا ضربت كيضرب حوت مزيان. وهادشي اللي عارف انايا. اما خصك تقول لي وتحدد لي اين نوع ديال الصياده واش من رش، على من بغيتي ترش، من نوع ديال الاسماك. يعني راه كاين الناس اللي كتقصص بالروطال على الدرعي، هذاك مزيان هذاك ما عنده فاش غادي ادي الناس، الا قصصتي الروطال ورشيتيه راه ما عنده فاش ادي الصياده، هذاك رش مزيان. اما كاين الناس اللي ما كتبغيش تخناز مثلا داك الدق السردين وتزيد عليه الزيت القوانو، وهذا يعني كيجيب لك واحد المجموعه ديال شي انواع ديال الاسماك يكون غير مرغوب فيها، بحال المرينه بحال 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 الروطال. يعني كيقدر كيكون واحد الانسان سامر على الدرعي ساعه كتدخل عليه المرينه وتدخل عليه الروطال، هنا كيكون اختلاف. تحياتي لك اخويا. شكرا الله يسعد. الى ندوزو السؤال الموالي من عند الاخ مصطفى الساطا. السلام عليكم الاخوان، عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير، واش يمكن لي نصيد بلاطريس وخا القصب ماشي خراسي دوريجي؟ يعني الخراسي ماشي فيجي. اي رانا اخويا مصطفى راني تقريبا واحد ثلاثه الحلقات وانا كنجاوب على نفس السؤال. اخويا مصطفى راه ممكن تبدل غير لانور الفوقاني ديال الراس، ويلا اجتهدتي كاع زيد حتى التاني اللي تحت منه صافي لا غير، وراك خدام بلاطريس ما عندكش المشكل. لانور الفوقاني اللي كدير ديال الراس كدير لانو تيكون دوبلي، عنده رخامات دوبلي، هذاك كيتحمل الاحتكاك ديال لاطريس. يعني دير ولا شوف شي انو يكون فوجي صافي، بدل غير الفوقاني واللي تابعو، حتى اللي تابعو ماشي مشكل. المهم لا الا اجتهدتي كما قلت لك بدل الفوقاني واللي تابعو وصيد مع راسك مع لاطريس. اللهم يسر الله يسر الاله. السؤال الموالي من عند الاخ عمر الفضيلي. السلام خويا عبد الاله، بغيت نسولك واش ممكن نصيد بالسبينينغ بلا ما ندير البادلين في الاول ديال لاطريس؟ زعما راه سعد الاله يصيد بلاطريس من هال. فهمتك خويا، تحياتي كبيره ليك. هذاك البادلين عنده واحد الدور مهم اخويا، الا كنتي كتصيد بالسبينينغ يعني راه غادي تعمر بلاطريس رقيقه بزاف. ملي كتعمر بلاطريس رقيقه هادي في حاله خاصه غادي نقولها لك، الا كنتي كتمارس سبينينغ في البلايه كتدخل في الماء لهنا وتشير. يعني كاين شي مناطق كيصيدوا في البلايات كيدخل كيلبس الويدر وكيدخل وكيشير على برا، ماشي مشكل الحوت منك ليه. اما لو كنتي كتصيد في المناطق الصخريه من الاحسن دير البادلين. ملي غدير ديك الخمسين في البادلين راه الاحتكاك ديالها شويه كيقاوم على داك لاطريس الرقيق، راه الا شدك شي درع غليظ وقاص لك الحجر وانت عندك لاطريس 14 ولا 12 راه كنظن غيقطع لك الخيط دغيا، واخا تكون هاد الخيط لاكاو ديالو عاليه يعني بحكم الرق ديالو ما غيتحملش داك الاحتكاك ديال الحجر. اما الا درتي البادلين القدام ديال الخمسين راه كون متاكد راه واحد شويه مهم عندك افونتاج، هي ما غتخسر والو. كما قلت لك كنتي صياد في الصخر دير البادلين، كنتي صياد في شي مصيد اللي هو رملي واخا ما ديرش البادلين اربط منك ليه ما عندكش مشكل. تحية رئيس الإله شكرا. ندوزو الأخ ياسير سيرف كاستر. ياسير تحية للرئيس ياسير، تحية كبيرة من الرئيس ياسير. تيقول لك السلام الرئيس الكبير، تحية للناس ديال كينيتخا، واش ما كتفكرش تشارك في لي كومبيتيسيون او ماروك؟ تحية لخويا ياسير، تحية ليك، وملي قلتيها راه بحال اللي شاركت. كنرحب بالدعوة ديالك، والله العظيم إلا ما كنرحب بها. حنا كاع كنعرفوا بأن المشاركات اللي كاينين دابا نيت حاليا
يعني كنشوف بان الناس كي كنشوف يعني هذيك هاد المشاركه، الناس اللي كيشاركوا يعني كنحييهم. كاينه واحد المنافسه بيناتهم، وراهم عطاو واحد الصوره زوينه 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 للرياض ديال المغرب عامه. وما بالنسبه لي انا في سيرف كاستينغ، يعني ما كنصيدش سيرف كاستينغ بزاف، راه نصيد سيرف كاستينغ ما عنديش المشكل، ولكن عندي واحد الميول للحجر، عندي ميول، عندي واحد التاريخ انا مع الحجر، ما خصنيش نتفارق مع الموم ومع الحجر، يعني عندي درايه بزاف في الصيد في الحجر. واللي كيزيد عاوتاني كيخليني نبعد على هذا الاشتراك هي ملي كنشوف شي مسابقه، وملي كنشوف النتائج الاخرى، ولا كنشوف مثلا كنلقى التنافسيه، يعني كيكونوا كيستهدفوا الاسماك الصغيره بزاف، بحال البوري مثلا صغير، بحال يعني كيخدموا على لا كونتيتي. انا مدابيا يبدلوا، هذه عامل واحد الوجهه النظر ديالي، يعني تكون شي مسابقه ويحاولوا يستهدفوا الاسماك اللي كبيره شي شويه، يعني واخا تجمع عليا 5 كيلو ديال البوري صغير قد الكره ما دايزاش، بعدا ما نديرو به، هذاك خصو يتشد، ما خصوش يتجمع، لان تجمع غادي يموت، خصو يتشد تطلق، هذاك ما دايش في كومبيتيسيون، اللي غيدوز في كومبيتيسيون هو الحوض الغليظ. يعني انا هذه من وجهه النظر ديالي، وكنحييكم كاملين، وكنحيي جميع الرياس المغاربه اللي عطاو واحد الصوره زوينه 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 على السيوف كاستينغ. تحيه كبيره لك اخويا ياسر، وتحيه لكم. وكيف ما قلت لك انا راه ما كرهتش، ولكن كيبقى دائما الميول ديالي للحجر والمون وهادشي اللي عطا الله. الله يحفظك والله يكبر بك خويا. شكرا رئيس الاله، الجواب راه كان واضح. السؤال الموالي عندنا الاخ نور الدين من تماره، نور الدين تماره، تيقول تحياتي الرئيس عبد الاله بخير. السؤال ديالي شكون اللي حسن في الصياده، واش البلوم عادي ولا الكغابا؟ تحيه للناس ديال تماره، تحيه كبيره اخويا. خويا اش غادي نقول لك، راه كتستعمل البلوم الا كان الكورو، الا كان الكورو راه بزمن خصك تستعمل الكرابا. الا كنت صياد حدا واحد النخبه ديال الصياد، الصياده في جنبك، واحد الرياس مثلا، واحد المجموعه ديال الرياس الصيادين معاك، هما دايرين لي كرابا وانت غادير بلومه، كون اكيد اخر رئيس راه غادي تبرزهم. علاش؟ لان انت بلومه غادي شد فيها الكوران، غتقدر دبا تولي تجمع كاع الخيوط اللي في جنبك، هما مصيدين بلي كرابا وانت مصيد بوحدك بلومه، يعني غتشكل عليهم واحد التبرزيط. كانوا اللي في جنبك دايرين لي كرابا، دير كرابا، كانوا في جنبك دايرين بلوم، خدم بالبلوم، كانت المريه ثقيله، الكره ثقيله، خدم بالبلوم، واخا يكونوا ما دايرين كرابا خدم بالبلوم. علاش؟ لان ما كاينش الكره اللي غادي يدردب وغادي يجر البلومه، ملي تشوف بان كاين الكره استعمل الكرابا. يعني الكرابا كانت دار فوقتها والبلومه كانت دار فوقتها، راهم بجوج كيصيدوا، ولكن كل وحده عندها وقت. السؤال جواب كان واضح الرئيس عبد الاله. نمشيو للسؤال الموالي من عند الاخ ابراهيم فلاح. ابراهيم فلاح تيقول السلام الرئيس الكبير، ما شاء الله حنا متبعينك من الجنوب، تبارك الله كوربينا كبيره عندكم، تبارك الله كوربينا كبيره عندكم، الله يعطيك الصحه. ولكن انا كنلاحظ نتوما في كلينيتخا ما كديروش الرش الكوربينا وما كتصيدوش عليها بالسردين، شنو السبب؟ ومره اخرى تبارك الله عليك ومرحبا بك عندنا في الداخله. تحياتي ليك خويا ابراهيم، والف تحيه للناس ديال الجنوب، راه عندي مجموعه ديال الاصدقاء تما، راه كيما قلت لكم بداها من اكادير وانت غادي حتى الداخله، مجموعه ديال الاصدقاء، وهذه فرصه باش نوجه لكم التحيه، وكنعاود نوجه لكم التحيه، راكم اكثر من رياس في الحقيقة، راه البونجور ديالكم، تحياتي ليكم. بالنسبة خويا هنا راه كنصيدو عليها بالسردين، ماشي ما كنصيدوش عليها بالسردين، راه كيما قلت لك حنا عندنا الطعم مختلف، إما غنصيد عليها بالشرن، راه ملي كنمشي للمرسى غناخد الطعم، راه كنستعمل الطعم اللي جايبينو الباركوات، إلا الباركوات ما جايبينش السردين، جايبين غير الشطون وجايبين كابايلا، راه غندي معايا الشطون وغندي معايا كابايلا. الا جايب الباركوات مثلا السردين شطون كابايلا داكشي مخلط، راه غندي من كل حاجه شويه، يعني راه شديناها بالسردين، كنهضر على راسي، شديتها بالسردين، شديتها بالشطون، شديتها بكابايلا، شديتها بالبوري حي، شديتها بكابايلا حيه، شديتها بالسيبيا، شديتها بالشرد، جميع الطعوم اللي ذكرتك راه شديت بهم الكوربين. اما بالنسبه للرش راه كيما قلت حنا ما كنرشوش المصايد، اما كنرشوش المصايد بحكم عندنا الروطال بزاف،
راه غير طرش المصايب هتخرج لك الروطان، هتبقى تشد لك في الطال. داكشي علاش حنا كنصيدو عليها في المنزله ديالها، علاش حافظ ليها الاوقات ديالها، يعني ملي كتكون راه غادا تهزك بلا ما طرش بلا والو. الجواب تنظن كان واضح راه زعما الى ندوزو للسؤال الاخير باش نكتفيو في هذه الحلقه هذه حتى الحلقه الجايه ان شاء الله. السؤال من عند الاخ مينورو مينورو، السلام سي عبد الاله، الكيستيون ديالي هو واش ما كتفكرش دير جمعيه في كينيدخا وحنا معاك، حيت كينيدخا محتاجه لشي واحد بحالك في هذه الهوايه ديال الصياده اللي يتعاون مع الرياس المبتدئين وشكرا. السلام عليكم اخي، تحياتي والف تحيه لك، وهذا سؤال في محله. غادي نقول لك انا مستعد نعاون كاع جميع الرياس باش ما بغاو، انا مستعد، يعني حنا ما كرهناش، حنا درنا جمعيه وما صدقاش وعاود درنا جمعيه، يعني انا كنبغي نتجنب شويه هاد المشاكل. انا معاكم هكا، واللي بغى شي حاجه مرحبا، اللي طلب مني عيني غنعطيها ليه، راه ما عنديش مشكل، الدنيا هاني ونوقف مع جميع الاخوان ديالنا. حتى المشروع ديال الجمعيه يكون خير. المشروع ديال الجمعيه راه حنا كندرسوه وغادي نشوفو ان شاء الله في القريب العاجل. الله يحفظك والله يكبر بيك، شكرا بزاف على هذا السؤال اخويا. وصلنا للنهايه ديال الحلقه الاخوان، اللي هي كانت فيها الفقره ديال الموضوع، الفقره الاولى. الفقره الثانيه هي فقره الاسئله. كنشكركم الرياض جميعا، وغنخلي الكلمه النهائيه رئيس عبد الاله قبل ما نسالي الحلقه. كنشكركم وكنعاود نشكركم وكنحييكم على التفاعل ديالكم، كنحييكم بزاف، راه كيف ما قلت لكم راه حنا وانتوما واحد، راه حنا معاونين وغنمشيو لقدام. راه كيما قلت لكم باقي غادي نكرر نفس السؤال ونفس الكلام كنكررو دائما، اي موضوع اي حاجه ناقشوها خليها في كومونتير. والاخوه اللي ما كتوصلهمش النوبه في الاسئله، لانك تلقى واحد 300 ولا 400 سؤال راه ما يمكنلكش تجاوب عليها، راه يعني راه خصك يومين في الحلقه، فهمتي؟ راه حنا كنحاولوا نفرقوا، كناخذوا شويه من هنا وشويه من هنا وكنجاوبوا عليهم. والنوبه راه غاده توصل، غاده توصل، كناكد لكم بلا ما يتقلق حتى شي واحد، راه كل واحد غاده توصل النوبه ديالو. راه حنا خوت وراه ولينا اسره واحده، وراه اللي كيصرى علينا كيصرى عليكم. يعني كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، و تحيه والف تحيه لكم للاخوان ديالنا ديال المغرب، المغرب العربي كامل بدون استثناء، و هالبوجور ديالكم من عندي مره اخرى ان شاء الله في الحلقه الجايه.